هذا الذي يحصل الآن هو وضوح رؤية بأن إسرائيل أمام مفترق الطرق، إما أن تمضي قدما في العملية العسكرية برفح وتنهي أي احتمال لصفقة، أو أنها تمضي قدما باتجاه أن يكون هنالك صفقة موافق عليها تخفف من الضغط الدولي. بلينكين يأتي إلى إسرائيل، هنالك وفد إسرائيلي كان من المفترض أن يذهب اليوم إلى القاهرة، تم تأجيل هذه الزيارة لربما لبضع ساعات، لأننا نتحدث عن أيام الآن، كل الحديث عن ساعات. هذا الوفد سوف ينتظر لحين عودة الوفد الفلسطيني الذي كان موجودا في القاهرة، الذي يبدو بأنه ذهب إلى الدوحة، مشاورات لحماس، وذلك لسماع موقف حماس من المقترح المصري الأخير. بعد ذلك الوفد الفلسطيني سيعود إلى القاهرة، الوفد الإسرائيلي يمكن أن يذهب إلى القاهرة، وبالتالي هنالك حراك واضح. أما في الداخل الإسرائيلي فالمشهد ضبابي، يعني اليوم هنالك اجتماع بين بن غفير وبنيامين نتنياهو، وذلك في محاولة للتوصل إلى تفاهم. نتنياهو لا يريد صفقة، ولكنه غير قادر على الصمود أمام كل المطالبات الدولية والمجتمع الإسرائيلي والاقتصاد الإسرائيلي الذي ما زال يترنح. وفي المقابل بن غفير لا يريد صفقة البتة، وهدد بالانسحاب، والانسحاب يعني انهيار الحكومة الإسرائيلية. سموتريتش سوف يكون له اجتماع مع حزبه اليوم، يمكن أن يعلن استقالته من الحكومة إذا ما تم الموافقة على الصفقة، ولكن هذا لا يعني شيئا. يعني هذا التهريج في السياسة الإسرائيلية الداخلية هو دائما موجود، يعني ممكن لبن غفير وسموتريتش يهددان بالاستقالة ولكن لا ينفذان التهديد ويبقى في الحكومة الإسرائيلية. الشرط الإسرائيلي الآن من كل ما يجري هو صفقة 6 أسابيع، إطلاق على الأقل يتحدثون عن 33 محتجزا، مقابل 900 من الأسرى الفلسطينيين، مقابل انسحاب إسرائيلي من ما يسمى بمعبر نتسريم أو ممر نتسريم الذي يفصل قطاع غزة بين الشمالي وجنوبي. ولكن نحن نتحدث عن 3 صفحات، هذا هو المقترح المصري، 3.5 صفحات. هذا هو كل المقترح المصري. هذا في عرف وقف إطلاق النار هو كثير، يعني هذا يعني بأن هنالك الكثير من التفاصيل. هذا ليست اتفاقية سلام، ليست اتفاقية اقتصادية، هذه اتفاقية تتحدث عن وقف إطلاق نار مؤقت مقابل إطلاق سراح محتجزي. في 3.5 صفحات هنالك آلاف الألغام التي يمكن لأي طرف استخدامها، وذلك لتفجير الموقف وإنهاء الصفقة أو إنهاء الهدنة أو إنهاء وقف إطلاق النار. ولماذا نحن نعدد هذه المصطلحات؟ ليس جزافا، حتى هنالك اختلاف حول هذا الذي سوف يتم توقيعه. هل هو صفقة، وقف إطلاق النار، تهدئة طويلة الأمد، هدنة؟ هذه الأربع مفردات التي تستخدم لكل واحدة منها مآل سياسي ومآل عسكري. والجانب الإسرائيلي يريد استخدام مصطلح معين يوحي بأن هذه ليست نهاية الحرب، وهذا الذي أكد عليه الجانب الإسرائيلي تحديدا في الحكومة الائتلافية بأن معركة رفح قادمة لا محالة، ولكن بعد 6 أسابيع. حماس تريد هدنة وتريد تهدئة طويلة الأمد، مصر تحاول ابتكار مصطلحات جديدة والقول بأن هذا سوف يؤدي إلى وقف إطلاق النار ولكن سوف يؤدي إلى تهدئة طويلة الأمد يمكن أن تستمر لمدة عام. هذا المشهد كله محاط بضغوط دولية. الضغط الدولي الأول من الولايات المتحدة، موضوع الجامعات، بلينكين في الطريق، بايدن، اتصالاته مع الرئيس المصري، مع أمير قطر، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. الضغط الثاني هو موضوع مذكرات الاعتقال بحق كبار المسؤولين الإسرائيليين، وهذا أيضا يشكل ضغط. الجانب الإسرائيلي يمكن، وهذا احتمال وارد جدا، أن يستغل هذه الورقة بالقول نحن وافقنا على الهدنة مقابل ضغط أمريكي واضح على الدول وعلى المحكمة الدولية، لأنه المشكلة ليست فقط في المحكمة الدولية، المشكلة في المحاكم المحلية في أوروبا، وتمارس الولايات المتحدة كل الثقل وذلك لمنع مذكرات الاعتقال. الضغط الثالث هو الضغط المتمثل بالموقف العربي الذي طبعا ممثلا بمصر أولا، التي وصلت معها الأمور كما قال المسؤولون الإسرائيليين باجتماعهم الأخير مع عباس كامل بأن مصر لن تقبل أبدا بعملية رفح. الضغط من قبل دول الخليج الذين كانت رسالتهم واضحة خلال اجتماعهم أمس مع بلينكين في السعودية، والقول بأن هذا لا يمكن أن يستمر، وأن على الولايات المتحدة أن تختار كيف سوف يتم استمرار هذا الصراع الموجود.
والضغط الثالث الأخير هو متمثل بالتهديد بالعودة إلى محكمة الدولية والقول بأن المحكمة الدولية لغاية الآن لم تقم بأي أعمال، وبالتالي عليها أن تتحرك إلى الخطوة التالية، وذلك لاتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية وطلب وقف إطلاق النار من المحكمة الدولية. قرار المحكمة الدولية بوقف إطلاق النار هذا مختلف عن مجلس الأمن، هذا ملزم، وبالتالي هذا سوف يكون عليه العديد من الإيضاحات. ماذا نحن ننتظر؟ نحن ننتظر أن يكون هنالك بإيجاز موافقة فلسطينية على الورقة المصرية، لربما مع بعض التعديلات، يذهب الوفد الإسرائيلي إلى مصر، يتم الموافقة على التعديلات أو رفضها، وبعد ذلك يتم الإعلان على الأغلب من قبل مصر وقطر بشكل مكافئ، أي يعني بنفس الوقت، أو لربما مؤتمر صحفي، هذا تحديدا أنه بلينكين موجود في المنطقة، ولكن بغض النظر وحين يمكن الإعلان عن هذه المسألة. طب الخيار الثاني هو أن تقول إسرائيل أنها ترفض الورقة، لا تريد الورقة، وهي مستمرة بالعملية العسكرية، وحينها كما نفهم بأن الدبابات الإسرائيلية سوف تكون في طريقها إلى رفح، وذلك تنفيذا للوعيد والتهديد، لأن التأجيل كاترين هو ليس خيار. يعني الآن الجانب لا الأمريكي ولا الإسرائيلي ولا الفلسطيني هم في مجال أن يكون هنالك تأجيل إضافي. هذا الكلام كان قبل رمضان، كان حديث جدي جدا قبل عيد الفطر بأيام، كان هنالك آمال كبرى من أن هذا الاتفاق سوف يتم، والآن هي يبدو الفرصة الأخيرة كما يقول المسؤولون في إسرائيل والمسؤولون في الولايات المتحدة وفي مصر، والجميع يقولون هذه هي الفرصة الأخيرة. أشكرك على كل هذه التوضيحات من القدس المحتلة، أحمد البديري مراسل الغد.